أكد الجيش في زيمبابوي أنه قام بالاستيلاء على السلطة في حملة عسكرية قال إنها تهدف للإطاحة بمجرمين محيطين برئيس البلاد روبرت موغابي. هذا وأبلغ الرئيس موغابي الذي يحكم البلاد منذ 37 عاما نظيره الجنوب أفريقي بأنه يخضع حاليا للإقامة الجبرية في منزله. مشهد يشبه الانقلابات العسكرية يكاد يطيح بدكتاتور حكم البلاد لأكثر من 3 عقود، تشبث عائلي بالحكم على طريقة الحكام العرب. الجيش الزيمبابوي وضع الرئيس روبرت موغابي تحت الإقامة الجبرية في منزله في إطار حملة عسكرية مستمرة. بيان القوات العسكرية المقتضب ركز على استهداف المجرمين المحيطين بالرئيس موغابي، لكن ثمة من يرى أن هدف العسكر عزل الرئيس الأكبر سنا في العالم. الجيش ألقى القبض على وزير المالية إجناسيوس تشومبو والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الحاكم، واستولى على هيئة البث الرسمية في البلاد، ووجه رسالة واضحة لموغابي وأعوانه. تحرك الجيش في زيمبابوي جاء نتيجة عزل موغابي لنائبه لكي يسلم الرئاسة من بعده لزوجته غريس موغابي، والتي تتزعم جناحا بارزا في الحزب الحاكم. صعود غريس موغابي لم يرق للكثيرين، خاصة لحزب الاستقلال ومقاتليه الذين بدأوا يفقدون امتيازاتهم بعد انتقاداتهم لسياسة موغابي الاقتصادية. حزب موغابي اتهم قائد الجيش بالخيانة، فرد الأخير بنشر جنوده بمصفحاتهم ومدرعاتهم في شوارع العاصمة هراري، لتهز بعد ذلك 3 انفجارات العاصمة الزيمبابوية، وتجعل من الانقلاب العسكري واقعا مدويا على موغابي وحزبه. صراع بين رئيس دولة وقائد جيشه في سيناريو كلاسيكي لأزمة عادة ما تتكرر في دول العالم الثالث، غير أن الرئيس موغابي المكروه في الغرب لقسوته المفرطة وتدميره لاقتصاد دولة إفريقية واعدة استطاع مجابهة محاولات كثيرة للإطاحة به، حيث لم تعرف البلاد غيره زعيما منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980. أزمة داخلية تعصف بدولة تشهد صراعا على خلافة رئيسها ويصعب التكهن بنتيجتها، فالقارة الإفريقية من جهة تحاول جاهدة التخلص من الدكتاتوريين، غير أنها تريد أيضا نزع صورة قادة الجيش المتحكمين بمقدراتها، وهي الصورة التي لازمتها طويلا منذ عهد النضال ضد الاستعمار. ينضم إلينا الآن في الاستوديو السيد إفرايم تابا، الرئيس المؤسس لمنظمة استعادة حقوق الإنسان في زيمبابوي. سيد تابا، مرحبا بك. ما الذي يحدث فعليا في زيمبابوي؟ هل هو انقلاب أم شيء آخر كما يقول الجيش الذي استولى على السلطة هناك؟ Come again, may you come again, please? Oh, there is, the military. الجيش قام بإصدار تصريح صحفي ليقول فيه أنهم قاموا بالتدخل ضد الحزب الحاكم في البلد، لأن الرئيس موغابي كان يخسر الطابع الثوري في سياساته كما تم الاتفاق عليه في معركة التحرير في السبعينيات. وما يحصل هو أن الحزب الحاكمي رد على بيان الجيش، أما الجنرالات فيقولون لكن الحزب الحاكم يتهمهم بالخيانة، ولهذا كان عليهم التدخل. ما نحن نراه في زيمبابوي هو تحرك عسكري من قبل الجنرالات للسيطرة على هيئات البث والمباني الحكومية وكل هذه الأمور، ولذا فالجيش يسيطر.
أما الرئيس موغابي فهو قيد الإقامة الجبرية والجيش يقول أنه في مأمن وتجري رعايته، غير أنه فقد السيطرة. هل من السليم القول بأن كل هذا مرده هو إقالة نائب الرئيس قبل أيام قليلة، لأنه كان حدث أنه أقال نائبه الذي كانت لديه شعبية كبيرة في أوساط الحزب والأوساط الشعبية، ويقال أنه سبب كل ما حدث اليوم هو إقالته لنائبه؟ هناك أسباب عديدة تفسر لماذا يحصل هذا. عزل نائب الرئيس كان محفزا لما نرى حاليا. الأمر هو في تقديم زوجة موغابي، and which he I mean which she takes or grabs and then behaves very like التي قدمها بشكل عنيف ومتهور، وهي طموحة جدا سياسيا، هي تريد أن تستلم من الرئيس العجوز. وما نراه هو أنها أحاطت نفسها بعصابة من الأشخاص الذين يدعون أنفسهم G40، وسويا هم عملوا بجهد لإقصاء أي منافس خارج المعادلة السياسية. نحن أمام معركة توريث في زيمبابوي. ما نراه هو أن موغابي تحرك بسرعة في محاولة لوضع زوجته حتى ترث القيادة وقيادة الحزب. موغابي يحاول إرساء وراثة. مخطط لما بعد وفاته أن تستلم الأمور زوجته غريس موغابي. السؤال هو، حتى وهو على قيد الحياة الآن وفي السنوات القليلة الماضية وصحته تعتل مع كبر سنه، يقال أنها هي التي تحكم فعليا ومنذ سنوات وليس فقط في الأشهر أو السنوات القليلة الماضية. Come again. هل زوجته هي التي كانت تحكم فعليا؟ He is sick. هو مريض لكنه أيضا عجوز. والسيدة الأولى زوجته استغلت هذا وقامت باستغلال سلطته ومكانته كروبرت موغابي للسيطرة على مؤسسات الدولة والحزب الحاكم، ووضعت نفسها في موقع متقدم لترث روبرت موغابي. ولكن ليس هذا فحسب، نحن نتحدث عن وضع على مدار 37 عاما من حكم موغابي. لقد رأينا كيف أن أولئك المرتبطين به يجمعون ثروات هائلة على حساب الناس العاديين. العائلة الأولى وبطانتهم يستفيدون، في حين نرى عملية إفقار للشعب إلى درجة غير مقبولة. والحقيقة أن الديمقراطية في حد ذاتها ليست ممكنة تحت حكم موغابي، وسواء فاز أو خسر فكان دائما يعلن نفسه فائزا في الانتخابات. هو يسيطر على الجيش والجنرالات يتبعون إليه، وهذا أدى إلى ما نحن أمامه اليوم. الوضع، الناس في زيمبابوي يقولون إذا تحرك الجنرالات بسبب معاناة الشعب.